اكثر ملفين شنو هو اللزمو على التيار الصدري حاليا؟ او ثلاث ملفات بالاحرى، الصحه، حرق المستشفيات وما شابه ذلك، الكهرباء وانقطاعها وما شاكل ذلك، والدولار وارتفاع أسعاره. أنا ما أريد أحل المشكلة هنا في هذه الجلسة، لأن خصوصا مسألة الدولار حرجة، بها فوائد وبها مضار. والقرار الأخير أقول لازلت أنا إذا على نفسي أنا متعاطف مع الشعب، والأفضل أن ينزل سعر الدولار، لكن الحكومة جاي تجد أن هناك فوائد أخرى، وأنا أدري أنتم كثير منكم أيضا وقف ضد ارتفاع سعر الدولار بصورة أو بأخرى. أنا ما أريد أناقش هيك أمور، ثلاث ملفات، الصحة والكهرباء والدولار باعتبارها وزارة المالية ووزارة الصحة ووزارة الكهرباء على أساس تابعة للتيار الصدري. أنا في يوم من الأيام إذا اكتشفت فعلا تابعة إلى التيار الصدري أكو فشي أشد من القصقوصة أسوي، أعاقب كل من كان له صلة بهم. لأن أنا لازلت أعتقد لو كان هؤلاء الوزراء الثلاثة من التيار لما كان هذا مصيرهم، لأن كان عرفنا شلون نجرجر أذانهم وخليناهم يمشون عدل، بس لأنهم مو تياريين أما صار عندهم قصور وأما صار عندهم تقصير، والله العالم. بغض النظر قد يكون بعضهم أكل الإحجار بالخطأ، هذا مو ذنبي، بس لو كانوا تابعين للتيار الصدري كان عرفنا شلون يمشون عدل. ولعله الوزارات السابقة كانت على الرغم من أنه فيها ما فيها من السوء، لكنها كانت أفضل من غيرها من الوزارات التابعة لغير أحزاب. للآن أقول